السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج ويش يقول. سؤال حلقتنا اليوم: لو يقولون لك تدفع 50 دينار لمدة 5 سنوات ويروح عنا هذا الوباء الطاحن، لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات. أدفع، ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة، بالعكس. حتى لو 100 دينار؟ حتى لو 100 دينار، هي صدقة عبارة جارية عشان بس يروح هذا الوباء عن لو هذا. إيه إن شاء الله يا تسوى رب. تسوى يعني؟ تسوى. إيه شوف، ما تسوى لأن جيت المسجد. إيه. الحين المسجد مقفل، موات مقفلة، ما نقدر نروح لا مني ولا منه. تسوى. تسوى إيه، لأن طلعت ويا ربعك تستانس ويا هذا. الحمد لله، إن شاء الله يا رب. بس تروح. أنت عاد سيء، أنا ما بدفع وياه. أكيد أدفع أنا. أدفع عنه؟ إيه أدفع عنه. نحول السؤال لكم متابعينا الأعزاء: لو يعطونكم 100,000 دينار ويستمر هذا الوباء لمدة 5 سنوات أو يوقف إذا تدفعون 50 دينار شهريا، وإيش تختارون وليش؟ واكتبوا لنا في التعليقات. أكيد 100%. تدفع 50 دينار؟ 50 دينار؟ إيه. 5 سنين. 5 سنين أدفع. 5 سنين كل شهر تدفع 50 دينار؟ ما يستوى. وش أدفع 50؟ وش بقال على بنك؟ نحارس أمر الله. يروح عنا هذا الوباء. لكن نقعد نلتزم أي مكاننا، خلاص ما يحتاج بيزا ولا يحتاج شيء. يعني نزين 20 دينار. 20 وش يعني أدفع كل شهر 20 دينار؟ لأي ناحية يعني؟ شلون يعني يروح؟ لو يقولون لك لا، ما يروح، ما يكفي المخلة بيزات، لهذا كل شيء بالعقل يعني، بالالتزام بالكل هاي يسمونه. خلاص أنا صار لي 24 كله في البيت، أقوم العمل وحنصيد ولا المسيح ولا شيء. بس في ناس صيد كله في البيت وبعد يصيدهم. إيه ليش لا، موافق. 5 سنين بعد ما عليه واجب. اي لا عادي، يعني تدفع 50 دينار كل شهر. اي عادي ادفع، بس الوضع هذا يروح ترتاح الناس، بس خلاص كفي. بتضحي على حساب الاول؟ يا ضحي، ما عندك مش 5 سنين 50 دينار عادي ادفع، بس الناس ترتاح وتطلع وتروح وتجي مرتاحة، بكفي. فرحة الناس يعني. فرحة الناس، العيال الصغار، وتعرف يعني الأولاد وهذا يعني يحبون يطلعون، صارين محبوسين في البيت. ف50 دينار موش يعني على أساس الجهال شهريا يعني، بس يرتاحون الناس، ترتاح الأولاد يعني، فرحتهم تسوى الدنيا وما فيها إذا يطلعون. أتمنى كل واحد أخوي هذا الشيء هذا. بس أنت لو يقولون لك بس أنت تدفع 50 دينار، أدفع 50 دينار والله شهريا لمدة 5 سنين. لخمس سنين والله ما عندي إمكانية صراحة. إنزين لو يقولون لك ضعيفانة وما عندي إمكانية. إنزين لو يقولون لك بنعطيك 100,000 دينار ويستمر هذا 5 سنين. لا هذا بعد ما أقبلها أنا. 100,000 ما أقبلها، يكون لو يروح الكل يسلم منه وكل ما يصير هالشيء هذا. 100,000 شنو يعني؟ 100,000 لا شيء. ما تسولف. لا ما تسوى. كم أنا في كل ملكن صلاتي أطلب حق كل مسلم وكل مسلمة إن الشفاء وما يصير هالسوء هذا. إن شاء الله نخلص من هالشيء غامض. الله يبعد عنا هذا الوباء إن شاء الله. كل واحد فيكم يتمنى يروح عنا هذا الوباء الطاحن، يسوي لايك وشير وسبسكرايب. أدفع يعني شهرين 50 دينار عن كل روح ولا عن يعني أنا بس؟ كل. بدفع 50 دينار شهرياً. إيه بدفع. 5 سنين. 5 سنين. واجد صراع. ليش لا، ما مشكلة، ما دام آلاف الناس اسمه ما يبتلون بهاي المرض، سويت خير أنا والله سبحانه وتعالى بيعطيني مقابله يعني. لأن أنا أقدر أقول لك يعني أنقذت حياة آلاف الأشخاص في البحرين، نقول في البحرين، نقول أنقذت آلاف الأرواح، فسبحان الله يعني ربك أكيد بيعطيني شيء. بيعوضني 100%. يعني تقبل تدفع 50؟ قبول أدفع. 5 سنوات. إيه أدفع. ما في مشكلة عندك؟ ما في مشكلة عندي. ليش يعني عندي مشكلة؟ 50 دينار شهرياً يعني مبلغ يعني. 50 دينار شهرياً؟ إيه خمس سنوات. وخمس سنوات خلي يروح. كم ناس ماتت ما تسوى. أنا أقدر أسلم. عادي عادي. عادي عندي. يعني. في ناس يقولون لك لا ما ندفع. على كيفه. ما كلف الله نفساً إلا وسعها. يمكن ما تقدر. ما تقدر، فأنت ما تقدر تجبره. يعني يقولون لك عادي إنك تدفع. أنا أدفع عادي عادي أدفع. إيه تفتك العباد منه. من هذا الوباء. نعم نعم. 5 سنوات إذا يحصل عدد قتلى واجد لازم يروح هذا الوباء كله. إيه ما يخالف، المهم إنه يروح، بس ولا يظل ما تدفع شيء ويظل يحصل أموات أكثر. تفلس لا. إيه ما عليه. كل واحد إيه تفلس يعني، إحنا أنت وازنت الفلوس بالأرواح يعني. يعني تضحي علشان الشعب أو علشان العالم والبشرية. أكيد شيء طبيعي خالص.
يعني متى تتوقع يروح عنا هذا الوباء؟ والله هاي التوقعات في الأطباء العالميين يعني. هم قاعدين يتوقعونه وكما ما نشوف شي بعد. يعني التوقعات ما جت في شهر أو شهرين، جت يعني في سنوات، يعني أقل شيء سنة في 2021 قالوا إنه بيروح، بس أكثر شيء يعني ما حد قال ما في. الطب قالوا في سنة وأقصد في شهر شهرين ثلاثة، وإحنا في البداية يعني توهم. يعني ننتظر. أي أكيد لازم تنتظر. يعطيك العافية، مشكور ما قصر. أكيد موافقين يعني إنه يروح عنا هذا الوباء. بس أنت ترفع 50 دينار. إي عادي. فل. لا ما فلس. 50 دينار واجد صراحة. لا بالنسبة حق الناس اللي تروح هذا شوية المبلغ، على اللي تروح اللي تموت هذا المبلغ قليل. زين لو يقولون لك 100,000 دينار نعطيك وظل 5 سنين. بعد لا، لأن 100,000 هذه أنا ما أدري هل أنا أعيش والله ما أعيش في السنوات اللي بتجي، والناس كلها بتموت أغلبها. يعني في النهاية الفلوس مو كل الدنيا، أهم شيء الصحة والعافية. هناك المثل يقول مو الفلوس مو كل شيء، بس كل شيء بالفلوس. صح كل شيء بالفلوس، بس الصحة بعد أهم. في ناس ياما ناس عندهم فلوس بس صحة ما عندهم. صح كلامك. 50 دينار شهريا هذا كل واحد قد استطاعته. زين يدفع بيدفع ولا ما عنده وش يجيب له 50 دينار. انزين جعفر يقولون لك نعطيك 100,000 دينار، 100,000 دينار ويستمر هذا الوباء 5 سنوات. ما اوافق. ليش ما تعطي 100,000؟ ما اوافق. لو مو 100,000 لو مليون تعطيني ما اوافق. الحين 50 دينار ما ترفع 100,000 ما تبيها بعد. ما ندفع ما وهان وهذا. ما نقبل اكيد يعني 100,000 وايش 50 دينار عن البشريه كلها بيروح هذا الوباء. 50 دينار شهريا. فكر فيها، فكر مليا. 50 دينار شهريا على حسب اللي قلت لك، اللي عنده يقدر يدفع يدفع، اللي ما عنده يعني امثال انا ادفع حتى 100 دينار شهريا عادي. انا مدة كم؟ لا مدة 10 سنين انا بعد ادفع 100 دينار شهريا عادي ما عندي مش. ان شاء الله الله يعافيك. اوكي 50 دينار اي كل شهر؟ اي كل شهر. والله لا تخلص البشريه من هذا الوباء. البشريه كلها؟ اي العالم كامل. اكيد 50 دينار بس؟ 50 دينار شهريا لمده 5 سنوات. كل شخص في العالم ولا انا بس؟ لا بس انت بس. اوكي تمام. عادي عندك ما عادي ما في مانع. 50 دينار واجد صراحه. بس البشريه كلها يعني هاي شيء يعني بتضحي على حسابها. اي ما في مشكله عندك. ما في مشكلة، بشرية كلها ما في مشكلة. يعني بس المهم يروح عن هذا العالم هذا الوباء، اللي روح أرواح واجد، راحت أرواح واجد في البلد خصوصا، في العالم عامة يعني. في البلد يمكن وصلنا فوق 110، بس المهم يعني 50 دينار شهريا عادة تدفعها لمدة 5 سنوات بس يروح هذا الوباء. كم؟ 50 دينار. 50 دينار ويروح هذا الوباء؟ إيه؟ أدفعها ليش لا؟ 5 سنوات شهريا. 5 سنوات شهريا ويروح هاي الوباء أدفعها ليش لا؟ ما أهم شيء نفتك من هالوباء. الوباء هاي أهم شيء نفتك منه. وبعدين صراحة بتدفعها يعني أنا أول واحد بسافر من أروح سيدة بسافر. بتسافر؟ إيه؟ بعد أنت يسمح لك الوضع أنك تسافر. إيه ده راح الوباء. إيه؟ خلاص انفتحت الأمور كلها. أكيد بتنفتح الأمور كلها إذا راح الوباء. الكل مبرز سلاحه تفر، واللي برنامج اللي مسوينا برنامج الخاص، واللي كل شيء يعني اللي بيصير الكل بيفرح. يعني تالي التذاكر بتصير مهر عبلة. أكيد بتصير مهر عبلة. إن شاء الله يزول عنا هذا الوباء بأسرع وقت بالتزامكم بالتعليمات الطبية. تباعد تعقيم كمامات على وزن. لايك شير سبسكرايب. لا تنسون تفعلون جرس التنبيهات بعد.